أباطرة الشيعة يتساقطون الواحد تلو الآخر. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. هؤلاء من يلقبون نفسهم بالأباطرة بأقحاح المحاورين، أين أنتم اليوم أمام كتاب الله وقول الإمام؟ 0-20. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، ألب أرسلان والفاتيح عثمان. طلبات مشروعة وأسئلة مشروعة في إلزامات عجز عنها الشيعة، وما زال الشيعة عاجزون وسيعجزون، لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلين معي. معك أبو الأشتر. شيعي ولا سنة أبو الأشتر؟ شيعي 12 وأفتخر إن شاء الله. إن شاء الله. سمعت حلقتنا اليوم ولا ما سمعتش أبو الأشتر؟ ما أعرف سؤالنا اليوم؟ شو سؤالك اليوم؟ سؤال اليوم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يمثل في المعتقد الشيعي؟ عليه أفضل الصلاة والسلام. يمثل القدوة الأولى والأخيرة في الدين الإسلامي السمح. نعم. حضرتك من أين عرفت أن قدوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني من أين عرفت أن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام هو القدوة؟ نعم. هذا ما تربينا عليه في مذهبنا، مذهب أهل البيت، وعلي ابن أبي طالب سلام الله عليه وسلم يقول كنا نقتدي بمحمد رسول الله أفضل الخلائق عند الله. ممتازة. في أي أمر كان يقتدي به علي رضي الله عنه وأرضاه؟ وما في هي كل شيء كونه نفس رسول الله في آية التطهير. ممتاز. يبقى إذن حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من علي رضي الله عنه وأرضاه؟ أفضل من علي وجميع الخلائق. ممتاز. بماذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه؟ بماذا فضل؟ نعم. يعني أنا أقول لك هو أفضل الخلائق. ما هو أفضل الخلائق يعني بقول لحضرتك أستاذنا أبو الأشتر، نحن نتكلم بهدوء هنا. لما تيجي تقول لي مثلا أشرف وأفضل من محمد، هقول لك في ماذا؟ هقول لي مثلا أشرف عنده مثلا معرفة بكذا، محمد يجهله كذا، فلان يعلم كذا، فلان يجهل كذا، فلان مميز بكذا، فلان يجهل كذا. فما هو الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على علي مثلا في الفكر الشيعي الاثنى عشر؟ تفضل حتى يكون القدوة. يعني أولا رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، هذه الكبرى. إيش علاقة الفضيلة على علي يعني؟ معلش إيش علاقة خاتم الأنبياء بأنه أفضل على علي ابن أبي طالب؟ أنا بقول لحضرتك ما الذي حضرتك بتقول لك علي قال كنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فبقول لك ما الأمور التي تميز بها النبي عن علي رضي الله عنه، يعني ما الأمور التي فاق بها النبي في قدوته وأفعاله علي ابن أبي طالب لم تكن لك، يعني كانت للنبي ولم تكن لعلي. تفضل. أولا حاج أنت سؤالك غير واضح، هذا يسمونه سؤال ضبابي. أولا أنا لما أقول لك خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وسيد الخلائق وأشجع العرب هو محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ممتاز أستاذ، يعني حضرتك بتقول إن يعني واضح ماكو داعي. حاج خليني أكمل لك، خليني أكمل لك. حضرتك إحنا واخدين واحدة واحدة بدون تعصب كده، يعني إذا النبي أشجع من علي صح؟ أشجع من علي لأن باعتراف علي ابن أبي طالب يقول كنا إذا اشتد الوطيس في المعارك نحتمي برسول الله. ممتاز. وإيه تاني حضرتك؟ يبقى أول حاجة الشجاعة، شجاعة النبي أفضل من شجاعة علي. تاني شيء حضرتك قلت إيه؟ علم رسول الله الذي لا ينتهي ومنبعه علي ابن أبي طالب، حيث حديث رسول الله قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. ممتاز. فضل. يبقى إذن علم النبي أفضل من علم علي صح؟ أفضل
من علم علي. طب انا هسألك سؤال استاذنا ابو الاشتر وانت راجل محترم، ما حكم من يقول ان علي اشجع من النبي؟ ما حكم الذي يقول ان علي اشجع من النبي؟ هذا حاج انت اولا احنا نتحدث بالتاريخ لو بالشخوص، احنا بنتكلم دلوقتي حضرتك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مناقب النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة وهي التاريخ وفي حياتي وفي قدوتنا صلى الله عليه وسلم. فانا بسأل حضرتك سؤال، ايش حكم الذي بقى ادعى وقال ان علي بن ابي طالب اشجع من النبي؟ ايش حكم هذا شرعا عندك؟ اها زين، ايش حكم الذي يقول ان النبي عليه افضل الصلاة والسلام اخطأ وعائشة لم تخطئ؟ يلا استاذنا الفاضل بارك الله فيك، بارك الله فيك، انا بسأل حضرتك سؤال ما تحولش الموضوع عشان انا كده بحس انك انت انا ما حولت الموضوع، بحس انك انت اتورط وبحس انك حاولت ترد وبحس ان كلمة شيعي وافتخر ذهبت ورا السراب. ماشي حضرتك الان انا في سؤال، في سؤال حول النبي، ما تخشش النبي وعائشة رضي الله عنه وارضاه. النهاردة بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو انت سألتني حضرتك الان، انت يا استاذنا، يا استاذنا حضرتك الان، انت سألتني حضرتك افلست، قول لنا افلست، شوف انا بتكلم معك بكل هدوء. لا لا انا ما افلست، حضرتك افلست قول لنا افلست. فحضرتك الان سؤالي اوضح من الشمس، شوف انا متماشي معاك خطوة خطوة، لم اعترض على ما تقدم بدون لف ودوران. هل ما حكم من قال شرعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل شجاعة من علي؟ تفضل. طيب يعني تريد شخص قال هذا القول؟ لا ما قلتش، أريد شخص. إيش حكمه عندك أنت كرجل شيعي؟ قلت إن كنا عند إذا اشتد الوطيس كنا نحتمي برسول الله، وفي فيه دلالة على أن شجاعة النبي أفضل من شجاعة علي. فأنا بسأل حضرتك ما حكم من قال قال العكس أن علي أشجع من النبي؟ طيب مو انت الان سألتني راح تريدني اسمي تسمية انه فلان تسمية؟ قال لا لا بدون تسمية، بدون تسمية. ايش حكمه عاما؟ عام شو طيب حكم عام؟ حكم من قال هذا؟ نعم والله اني اولا اني محكوم، اوكي لا استطيع الحكم عن من قال عن رسول الله علي اشجع من علي من رسول الله، ولكن اقول لك انا كشيعي اثني عشري أبو الأشتر يقول أن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أشجع من علي بقول علي. طيب علي يقول اسمع إذا اشتد اسمع أبو الأشتر مو خلينا أكمل لك. خلاص ما تكملت، قلت الخلاصة، قلت أنا لا أستطيع أن أعطي حكما أنا كأبو الأشتر لأني أنا محكوم ولا أستطيع أن أتحدث. محترم كلامك أنا، ولكن أخش النقطة بس مهمة، لأن إحنا ندعي الآن أن الشيعة تعادي النبي صلى الله عليه وسلم. فحضرتك بإجاباتك دي كويسة، ولكن هل أم المؤمنين وخديجة أفضل كزوج للنبي أم فاطمة أفضل كزوج لعلي؟ ما ربط هذا بهذا، يعني عندما يقول أحد الأشخاص أن علي أعطي زوجة ولم أعطى مثلها، ايه رايك في هذا القول؟ نعم تعرف ليش؟ ان علي افضل بزواجه، يعني زوجة علي افضل من زوجة النبي. لا 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 ما مو هكذا، مو هكذا. اولا علي يقول لم يعطى رجل كزوج مثل زوجتي على فاطمة لانها بنت رسول الله. لا مش فاهمني حضرتك، يقول لك علي زوجة علي افضل من زوجات النبي، تمام؟ نعم أفضل. يبقى إذن علي تميز هنا بالزوجة عن النبي، صح؟ أنت ليش تأخذ التمييز؟ أنت بالأفضلية الأولا طيب. فاطمة بنت محمد، هل تصدق النبي صلى الله عليه وسلم أبو الأشتر؟ منو؟ تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا شوية صوتك ما جاي. حضرتك تصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أصدقه أكثر من أي إنسان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن علي أشجع منه، هل توافق على هذا أم لا؟ بأي كتاب؟ الطين الكتاب والسند. سند؟ ما تطلبش سند، قل لي ليه. لا قل لي ليه يا أبو الأشتر، قل لي ليه يا أبو الأشتر، قل لي ليه.
قول لي ليه ما تقولش ليش سنة؟ ليه لأنك أنت ما تعرفش ليه أصلا النبي بسند. ها؟ أنت لا تعلم شيء عن النبي بسند. أنا ما أعلم بالنبي بدون سند، يعني كيف عرفت وكيف علمت إنه أنا بدون معلش سند؟ معلش حضرتك أرجع معاك خطوة خطوة، أعمل يعني بي باك كده. حضرتك قلت إيه؟ أن القدوة قال علي أن قدوتنا النبي، صح؟ ممكن الحديث ده صحيح نعم. سندا عندك عن علي؟ أجيب لك إياه يعني هسه تريد أجيب لك إياه؟ هسه مش أنت عايز السند مني هسه ولا كنت عايز السند مني بعد شهر؟ لا لا أنت شوف الاستهزاء أولا معيد، أنا جاي أسألك تريده هسه حاليا عندي لأن موبايل هسه حاليا لأن عندي بس موبايل واحد، شلون راح أحكي وياك؟ حضرتك الآن بتطلب مني السند يا أستاذ أبو الأشطر، بتطلب مني السند على أي أساس؟ والله لان انت شوف باوع راح اطلع لك اياه هسه وانا احكي اعطيني المجال ابقى وياك راح اطلعه تفضل انه علي قال افضل الناس محمد عليه افضل سند صحيح على شروط الشيعة قدوتنا سند صحيح على شروط الشيعة تمام على شروط الشيعة هسه انا اعطيك اياه بس فضل. انت هم بالمقابل يعني تفضل اطلب من عندك اريد سند من عندك يقول انه علي افضل من محمد بسند حاضر حاضر كامل ابشر ابشر حاضر ابشر اي بس مو تجيب لي اياه من نانا وش اسمها سابقى وياي راح اطلع لك الحديث وتؤمر ابقى وياي تفضل يا فندم حضرتك طلع يلا السند بتاع الحديث كده نشوف رجاله وتوثيقات رجاله وهل هم شيعة ولا غير شيعة اللي حضرتك قرأته يعني نفتح حتى مكتبة الشيعة معانا فين مكتبة الشيعة عذرا يا احب معلش معانا راجل بيتكلم بالسند فانا بحب قوي اللي بيتكلم بالسند بصراحة رحت فين يا ابو الاشطر ابو الاشطر انا معاك طب انا ما تحسسنيش ان انا عايش لوحدي كده ازعل اعطيني لين من تفضل اديني حضرتك الاول حضرتك المطالب الان تفضل حضرتك المطالب الان قدام الجمهور انك تديني السند للروايه صحيحه عن علي على شروط الشيعة في علم الحديث تفضل اللي هو ان النبي قدوتنا يعني تمام تفضل انت معي استاذ اشرف تفضل اها هنا عندك بحار الانوار ايوه يعني العلامة المجلسي تفضل يا فندم الصفحة 66 جزء قول الحديث بس قول الحديث ماشي قول جزء من الحديث واحنا رقم نطلعه الحديث 109 قول جزء من الحديث واحنا نطلعه على الشاشة قول جزء من الحديث واحنا نطلعه على الشاشة عن علي بن ابي طالب طبعا الحديث انت معاي؟ معاك اتفضل اها مما رواه من كتاب منهج التحقيق باسناده عن زيد بن شرحبيل الانصاري قال رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لاصحابه فين السند؟ فين السند؟ بأفضلكم قالوا فين أنت السند؟ يا رسول الله يا عم يا أبو الأشطر قال صدقتم أنا أفضلكم ولكن أخبركم بأفضلكم أقدمكم سلما إسلاما وأكثركم علما وأعظمكم حلما علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الحديث للمجلسي فين السند أستاذنا يا أستاذنا السند
السند اعطيتك السند قلت لك بحار الانوار وده سند اسم الكتاب يا استاذنا يا استاذنا ده بحار الانوار ده اسم الكتاب هو بحار الانوار للمجلس شنو سندنا غير سند هذا لعشنو انت ليش تضحك طب خد السند بتاعنا خد السند بتاع ان علي اشجع من النبي خد السند ماشي مش انت سندك بحار الانوار لا 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 انا سند الانوار النعمانيه انا سندي انا سندي كتاب الانوار النعمانيه للمؤلف نعمه الله الجزائري الجزء الاول صفحه 19 قال اعطيت ثلاثا قال رسول الله قال وقد روى الصدوق طاب صرا عن النبي صلى الله عليه واله اعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها واعطى علي ثلاثا ولم اشاركه فيها فقيل يا رسول الله وما الثلاثة التي شاركك فيها علي عليه السلام قال لواء الحمد لي وعلي حامله والكوثر لي وعلي ساقي والجنة والنار لي وعلي قسيمها وأما الثلاثة التي نعم. أعطي علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي شجاعة ولم أعطى مثله وأعطي فاطمة الزهراء زوجة ولم أعطى مثله مثلها وأعطى ولديه الحسنين ولم أعطى مثلهما يلا مين أكثر شجاعة هنا بقول النبي حاج حبيبي يلا اولا رد رد, رد. بس راح ارد لك اولا قول رسول الله بان علي اعطي شجاعة ولم اعطى مثلها اعطي اسمع اسمع هي انت لا انت تفهمها من منظورك الخاص اما المنظور العام لما انا اقول ان فلان اشجع مني هذا لا يبخس بحق وما رسول الله عن انه الهوى. جبان. وما ينطق عن الهوى لا 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 إيه؟ وما ينطق عن الهوى نعم هل يعني صدق النبي في قوله أم لم يصدق النبي في قوله إن علي أعطي الشجاعة لم يعطى نعم. نعم ولم يعطى مثله أيوة. يعني أي من الأشجع يكون شجاعة. من الأشجع يكون رسول الله إزاي النبي نفسه يقول بفادر. عندك في مروياتك أعطي علي شجاعة ولم أعطى مثله ليش؟ أنت مركز تعرف ليش؟ اسمع 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 على كيفك انت اهدأ تعرف ليش؟ باوع علي ابن ابي طالب سلام الله عليه يمثل نفس الرسول لا 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 حامل لواء يقول لك لم اكن مثله فيها بس اسمع اذا كان مثل الرسول اسمع. قال اسمع يا استاذنا اذا كان مثل الرسول اعطي شجاعة مثلي ولم اعطي شجاعة ولم اعطى مثله إذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون شجاعتك شجاعة علي ركز بس الله يصلح حالي لا تأولها ركز الله يصلح حالي لا أولي عالشاشة عالشاشة أعطي أهي عالشاشة اسمع بس ركز 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 ثم تحدث ويقول لك إيه فإنه أعطي شجاعة ولم أعطى مثله تمام مثله ولا بس اسمع بقى من البداية وأما الثلاث التي أعطي علي ولم أشاركه فيها ولم أشاركه فيها ولم أشاركه فيها فإنه أعطي شجاعة ولم أعطى مثله النبي نفى أن يشارك أن يكون مشاركا له فيها فضل رد نعم هسه راح أرد لك أولا أن الشجاعة ولم أعطى مثلها هاي شهادة لم أشاركه فيها يعني أعطى ثلاثة لم أشاركه فيها يعني لم أشاركه فيها لم أشارك أولا هو ما تزوج بنت نبي لا أنا بكلم الشجاعة تزوج بنت نبي أعطي ثلاثة لم أشاركه وضح لي لفظة أعطي ثلاث لم أشاركه يعني إيه فيها وضح لي اللفظة دي أخي أنت اي لفظي نعم علي ابن ابي طالب شجاع يا اخي رد على قدر سؤالي قول النبي قول النبي اي قد انا جاي اخي جاي ولم اشاركه ما معنى لم اشاركه فيها لم اشاركه فيها لم اشاركه فيها فيها اشاركه هاي شهاده باخي هاي شهاده بحق علي شهادة يعني انت تكلمت لم اشاركه بها لم هي تجاره جاي اقول لك شهاده لغه عربيه يعني واضحه انت شوف لم اشاركه فيها شوف انت لا لا بس اسمع يا اما انت فهمك قاصر عن قول رسول الله لا فهمنا انت ما معنى لم اشاركه فيها يعطينا مجال خلينا اذا انت لم اشاركه فيها لم بابا غير نفهمك
انت ما معنى لم اشاركوا فيها حديث ولا تفهم علم الاشاره؟ لا فهمني يعني ايه لم اشاركوا فيها بحق علي، يعني فهمني لم اشاركوا. النبي يعترف انه لم يكن شريكا لعلي فيها. انا اقول لك فضل. انا راح اقول لك، راح اريح قلبك، راح اريح قلبك. ريح لم يشاركه بها، لم يشاركه بها فيها، لم يشاركه فيها. هاي شهاده بحق فيها. علي بن ابي طالب أيوة. لم يشاركه فيها. الشجاعة أولا هي للخصوص وليس للعموم. إذن الشجاعة مو شراكة بين شخصين. ولا شوف شوف أضحك طبعا. شوف هاي رحنا رحنا يا راجل، رحنا يا راجل. أقول لك وأعطي يا فأس. بقول لك إيه الرواية، تقول لك أخواننا الأحبة إيه وعلى مصدرك. شوف أقول لك أنا عايز المهم جبت له إيه. بيقول لك هنا يا اخواننا الاحبه ايه، بصوا: اعطيت ثلاث وعلي مشاركي فيها، واعطى علي ثلاث ولم اشاركه فيها. في ثلاثه مشاركه فيها وفي ثلاثه غير مشتركين فيها. ده ما شاء الله جاي يالف لنا لغه جديده عند العرب. بجد يعني السلام عليكم. هو لما حس انه اتورط يعني تمزرط. الله المستعان. السلام عليكم. تفضل. من معايا؟ معك احمد شيعي من العراق. شيعي ولا سني يا احمد؟ شيعي. عندك رد على سؤالنا اليوم؟ شو الموضوع الحلقه؟ موضوع الحلقه يعني الشيعه هتخش الجنه. بيقولوا الشيعه هتخش الجنه، فانا قلت اماره ان شاء الله ان شاء الله. طب احنا عايزين امر في العقائد عند الشيعه الاثني عشريه يجعلنا نكون معتقدين انهم فعلا على حق. يعني ايه العقيده اللي ممكن يقدموها لنا على حق يعني؟ نعم تفضل استاذ. اول شيء الامام علي النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ايش قال؟ بغيكم هذا ولي علي ابن ابي طالب، فمن والاه قد والاني. وهو بالقران ذكر هو نفس رسول الله، صح ولا لا؟ فمن هو دي من تأليفات الشيعة يعني. دي من تأليفات الشيعة الاثنى عشرية أولا. تمام. أنا بتكلم عن أمر في العقائد. هل أنت كشيعي اثنى عشري دلوقتي في رواية مثلا أنت علي وشيعتك هم الفائزون، عارف الرواية دي ولا مش عارفها؟ ها أول شيء اسمع يا أبو أحمد، اسمع يا أحمد، اسمع ثم تكلم. عندك رواية بتقول يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون، صح؟ نعم. من هم الشيعة؟ مو كل الشيعة، مو كل الشيعة. مين بقى؟ مو كل الشيعة تدخل الجنة. مين هم الفائزون النبي بقى؟ محمد. النبي محمد اسمع. النبي محمد ايش قال؟ ستفترق امتي الى 73 فرقة. كلها في النار الا واحد. مين هي بقى؟ الا واحد. امام علي قال تكملة الحديث مع الرسول. ماشي كمل. قال تفترق شيعتي الى 13 فرقة. 12 منها في النار وواحدة في الجنة. يا من هي الفرقة؟ استنى قال الإمام علي إيه؟ استنى بس استنى الإمام علي قال تفترق شيعتي؟ هو شيعة الإمام علي تفترق إلى 12 فرقة. من هاي الفرق 73 12 منها تدخل النار وواحدة في الجنة. تفترق شيعة كم فرقة بتقول؟ يعني مو 13 او 12 ما اتذكر. اذا كان انت عندك بس في كتاب فرق الشيعة للنبختي ان الشيعة افترقت لاكتر من 50 فرقة، ازاي 13 فرقة بس؟ ما اتذكر يعني نص الحديث، بس يعني تقصد للإمام. طيب خلينا ماشي معاك 13 فرقة هتفترق. يعني الإمام علي قال 13 فرقة مع اني ما قريتش الحديث ده قبل كده، بس انا هتماشى معاك. ما هو دليل؟ اسمع بس يا استاذ احمد دليل. يا استاذ احمد مين بقى الفرقه الناجيه في ال 13 فرقه دول؟ من يحب امير المؤمنين ويبغض اعداء امير المؤمنين. من يعني معلش 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 اسالك سؤال من يحب امير المؤمنين ويبغض اعداء امير المؤمنين، هي الفرقه الناجيه؟ ها هي الناجيه يعني من يحب. طيب عندنا فرقة الفتحية تحب أمير المؤمنين وتبغض أعداء أمير المؤمنين. الواقفة تحب أمير المؤمنين وتبغض أعداء أمير المؤمنين. الحشاشين
يحبون امير المؤمنين ويبغضون اعداء امير المؤمنين. الاسماعيليه تحب امير المؤمنين وتبغض اعداء امير المؤمنين. الزيديه تحب امير المؤمنين وتبغض اعداء امير المؤمنين. مين فيهم بالظبط؟ هيا احمد. احمد كتمت المكالمه ليه يا احمد؟ تاني اعمل مكالمه مكتومه يا احمد. تفتح يا احمد الصوت. احمد عمل المكالمه مكتومه. هيا احمد مين فيهم بقى يا احمد؟ دقيقه 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 معاك يا احمد اتفضل يا حبيبي. الناوسية تحب امير المؤمنين وتبغض اعداء امير المؤمنين. عايزين نعرف مين فيهم بقى اللي نتعلم. ها رحت فين يا احمد؟ ما مرت عفوا بس شوي الانترنت ضعيف تغيرت موقعي. غيرت موقعك. طيب يا احمد انا دلوقتي عددت لك اكتر من 12 فرقه تحب امير المؤمنين وتبغض اعداء امير المؤمنين. اي من ال 12 دول هيخش الجنه؟ لا اكو فرق. مثلا هسه اكو ناس عندنا هنا بالشيعه تحب امام علي بس ما انا قلت لك يا حبيبي اسمع. الاسماعيليه الزيديه الواقفه الفتحيه الناوسية البويهية الحشاشين كل دول بيحبوا امير المؤمنين ويبغضون اعداء امير المؤمنين. مين فيهم بقى؟ هم منهم مبغضينه اعداء الامام علي منهم. انا بقول لك دول مهما كانوا مبغضين يا عمي دول بيبغضوا كل من حارب وقاتل ولم يؤمن بامامة علي بن ابي طالب. كل دولك الفرقة دي تبغض مخالفين الامام علي. مين فيهم بقى على حق؟ ها اول شيء هو ناخذ بحكي الامام علي شو يقول؟ يقول هي هاي الفرق 12 وحده منهن تدخل الجنه. طيب احنا قلنا قلت لك مين هي الواحده يا عم احمد؟ قلت لي الفرقه الواحده اللي هي تحب امير المؤمنين وتتبرأ من ايه؟ من اعدائه. يعني كل دول بيحبوا امير المؤمنين ويبرؤون من اعداء امير المؤمنين. مين فيهم بقى في دول هيخش الجنه؟ ما اقدر احدد انا يا هم يدخل الجنه او ما يدخل الجنه. هو اللي انت قلت يا ابني ويكرهون اعدائي. يعني انت قلت الذين يكرهون اعدائك يكرهون اعداء. طيب انا عندي نقطه مهمه. هل معاويه من اعداء علي بن ابي طالب؟ اكيد. طيب الحسين لماذا ترحم على معاويه وكان محب يترحم على عدو له؟ ما من الابد اين تعرف ايش معاوية. هل يعتبر الحسين أي... اسمع بس يا احمد يا حبيبي احمد اسمع. هل الحسين يعتبر ايضا من ضمن الاعداء لانه ترحم على معاوية؟ لا لا الامام الحسين ماكو اي نص يدخل. طب واذا طلعت لك النص معاوية. استنى بس واذا طلعت لك النص اسمع بس واذا طلعت لك النص اسمعني ما بسمعك اذا طلعت لك يا احمد يا احمد استاذ احمد اسمع ثم تكلم بس مرة هديك الرخصة. إذا أتيت لك بنص أن أن الحسين يترحم على معاوية ماذا أنت فعل من كتب الشيعة؟ أوكي عندنا حديث من الإمام الصادق بس دقيقة خلنا فهمك هاي النقطة. أكو حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول يقول إن اشتبه عليكم أمر في دينكم مثلا يعني رواية بوعتولها شو شفتوا بها مخالفة مخالفة للاعتقادات الشيعية. يعني ايه فإن كانت يعني ايه مخالفة للاعتقادات الشيعية؟ يعني ايه اذا شفت رواية عندنا مخالفة يعني للاعتقادات الشيعية يعني فعرضوها على القرآن. معلش هو لما يقول الإمام الحسين لما يقول رحم الله معاوية أين مخالفتها في القرآن؟ بس ما هديك إياها معاك اهي. يعني أين مخالفة ترحم الحسين على معاوية في القرآن؟ ايه الآية اللي بتخالف الموضوع ده؟ لا لا ايه فإن لم تعرفوا فإن لم تجدوها في القرآن فعرضوها على كتب الناس يعني انتم اهل السنة. فعرضوها فإن وجدتم فيها يعني لا تأخذون بها. طيب الله أكبر. يعني أي تشابه ما لو لقيتوا تشابه في عقائدكم وفي مروياتكم زي التشابه في مروياتنا ترفضوها؟
طب قاطع لانه ما عدنا هل استنى يا احمد صحيح يا احمد القاعده دي ملزمه لك تتمسك بيها؟ اي روايه عند الشيعه توافق روايه عند السنه احمد لا يعمل بها؟ ايه طيب حديث الكساء موجود عند السنه قبل الشيعه لا تعترف به؟ اكو كثير من الاحاديث. انا بسالك سؤال، هل تنكر حديث الكساء عند الشيعه لانه موافق لروايات اهل السنه؟ الحديث مال كساء ما نقدر نرفضه ليش؟ لانه موجود بالقران. روح نام يلا. ده واحد ما شاء الله بيتكلم الكلمه ويرجع يخالفها، يتكلم الكلمه ويرجع يخالفها، يتكلم الكلمه ويرجع يخالفها. اصل احنا عندنا لو لقينا الحديث موافق لما ياتي عند هؤلاء لا نفعل ولا نفعل. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ اشرف، شلونك؟ الحمد لله تفضل معايا. محمد بن العراق، استاذ شلونك؟ محمد شيعي؟ لا سني. تفضل يا محمد. الله يسلمك ويحفظك استاذ، بس اريد من عندك شو اسمه المصادر اللي ذكر بها فاطمه رضي الله عنها رضيت على ابي بكر قبل وفاتها. مش موضوعنا النهارده يا محمد، تمام؟ هتلاقي حلقه عندي في موضوع الفاطمه، راجع الحلقه هتلاقي فيها المصادر ان شاء الله. شكرا ليك. انا المره اللي جيت شكرا ليك يا محمد، مش موضوعنا، مفيش خروج عن موضوع النهارده، لا سنه ولا شيعه، فضلك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل معايا. كيفك استاذ شريف؟ الحمد لله بخير يا فندم. معك الاخ امين من الجزائر. حياك الله اخونا امين من الجزائر، تفضل. نعم شكرا. استاذ، هي مساله الخلافه والامامه. تفضل. هي مساله مهمه بمكان عند المسلمين او لا؟ بمعنى ايه مكان عند المسلمين هام ام لا؟ يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم سواء عند المذهب السني او المذهب الشيعي، الروايه الصحيحه عن المذهب السني من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليه، وفي المذهب الشيعي من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليه. يا استاذ الفاضل، يعني ليه دايما بناخد من الحديث الجزء من مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهليه؟ ليه ما بنكملش بقيه الروايه؟ تم الروايه سال حذيفه يا رسول الله وان لم يكن هناك اماما ماذا نفعل؟ فقال اجتنب الفتن والزم بيتك. هو ليه بناخد القاعده دي؟ انا اتكلم عن روايه عبد الله بن عمر تفضل في صحيح مسلم. يا استاذنا والله الروايه دي لها تكمله في حديث حذيفه الطويل، اتفضل سؤال حضرتك. لا مش روايه حذيفه، اتكلم عن روايه عبد الله بن عمر. طب يعني معلش، ما احنا عندنا الدين بيكمل بعض، والله ما عندناش حاجه ما بتكملش حاجه. اتفضل حضرتك برضه. نعم. يعني الإمامة هي بمرتبة مهمة من الدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يموت ولا يدلنا عن الإمام الذي يأتي بعده. مين قال لك لحضرتك لازم يدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام الذي يأتي بعده؟ يعني مين وضع اللازم في هذا؟ نعم، من وضع اللازم في هذا؟ يعني ما هو وجه الإلزام في ذلك؟ يعني هل دلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمام. اختلاف حضرتك. نعم. هل دلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت في نيوزيلندا التي يكون فيها النهار 6 اشهر ماذا تفعل في الصيام؟ هل دلك على النبي على ذلك؟ لا، لم يدلك. ممتاز، ولكن النبي وضع قواعد عامه، تمام، يفهم منها الناس امور الدين، صح ولا مش صح؟ نعم. ممتاز. النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، نعم، ولا يزيغ عنها إلا هالك، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. حديث طويل يعني في هذا الحديث، ممتاز. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بسرية. يا أستاذنا حديث العرباض بن سرية أستاذ إيه؟ حديث العرباض بن سرية ماله يعني الحديث؟ يعني أنت معترض عليه ولا حاجة؟ هذا عنده ما مجال الكلام فيه أستاذ. أنت بتتكلم في مجال الحديث حضرتك؟ معلش. نعم. معلش، ما هو الحديث المعضل؟ طالما حضرتك ما معنى الحديث المعضل؟
الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. عرفت منين حضرتك الكلام ده يا فندم؟ البيقونية مصطلح الحديث الله أعلم. ممتاز، يعني الذين صححوا الحديث اللي هو اللي انت تعلمت منهم مفهوم الحديث المعضل، نعم هم نفسهم اللي صححوا نعم الحديث، حضرتك هتعدل عليهم في تصحيح الحديث؟ لا أبدا، متن الحديث نتكلم، الناس تتكلم مصطلح الحديث يتكلم في سند الحديث، نحن نتكلم على متن الحديث، نقد متن الحديث أستاذ. حبيبي الغالي، حضرتك نعم راجل نعم شيعي صح؟ نعم حضرتك راجل شيعي مش كده؟ مش شيعي، أنا كنت سني وبديت أغير رأيي في السنة أستاذ. طب والله ممتاز، يعني حضرتك داخل في التشيع يعني مش كده؟ نعم ممتاز. نعم هو حضرتك هتتشيع بالسند ولا بالمتن؟ بالمتن أستاذ. امال ليه بتتكلم عندنا في السند لما انت تروح تشيع في المتن؟ يعني أنا ثقافتي كلها سنية. يعني معلش بقى، معنى يعني حدث لا العاقل. أستطيع، اسمع لا يا أستطيع، استاذ امين، لا استاذ أستطيع، امين، لا أس لا استاذ أستطيع امين، أن أتنصل. استاذ امين، نعم نعم استاذ امين، لسه بتتكلم نعم بتقول لي انا عندي اشكالات في السند، ولما قلت نعم لك هتروح للشيعه قلت لي نعم، قلت لك ستذهب الى دين لمتن ام لسند قلت لي لمتن، يعني معلش يعني نعم هو النهارده لما بتيجي تدور على الحق مش المفروض تدور على الحق كامل ولا نعم عينك عوره في مكان وعميه في مكان اخر؟ لا ولا لا حضرتك لما أبدا، تيجي أنت تخش دين اساسا بلا سند وتيجي تحدثنا نحن اهل السند في السند وتيجي تقول لي أستاذ اصل انا أستاذ غيرت رايي في السنه لان النبي لم يوصي، حضرتك قلت معلش معلومه بس تتفضل كلمه كده مش عارف سمعتها صح ولا تتفضل غلط، علي من فضلك اسمع يا أستاذ، استاذ امين، تتفضل علي من فضلك، لا تتفضل ثواني، علي من فضلك حضرتك قلت انك رايح من تتنصر صح فضلك. يا عم امين؟ انت قلت رايح تتنصر؟ أتنصر؟ قلت الكلمه دي ما قلتهاش، نعم؟ قلت الان ساتنصر؟ لا لا، قلت لك هل أتنصل باللام؟ تتنطل. اللام اه تمام. طيب نعم نعم نرجع لموضوعنا استاذنا، وليس لك الحق في تصحيح او تضعيف بما قال العلماء، ده رقم واحد. ممتاز. لدينا الحق أستاذ، لا ليس لديك لدينا الحق ورب الكعبة الا اذا كنت لدينا لدينا معك الله اجازة بعلم الحديث، تمام، تتحدث في علم الحديث ومن حقك ان تتحدث أستاذ في علم الحديث، أستاذ، اما غير كيف ذلك يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع أناس خالفوا سنته؟ ممتاز استاذ الفاضل والله، كيف يأمرنا؟ نعم من بقى الذين امرنا النبي باتباعهم وخالفوا سنته؟ أنت تقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ايوه مين هم بقى؟ اسماء أقول مين لك اللي في بأنه الحديث؟ هذا الكلام مين اللي منقول هم في الحديث يا عن استاذ؟ النبي صلى الله عليه يا وسلم. استاذنا يا استاذ فضلا وليس نعم امرا، من الذين العرباض، ذكرهم النبي خالفوا سنته؟ تفضل. في الخلفاء الخلفاء الراشدين الثلاثة، ايه؟ الخلفاء الثلاثة، الخلفاء الثلاثة خالفوا سنة النبي نعم في ماذا؟ يلا أبو بكر خالف سنة النبي في ماذا؟ في متعة الحج، الخلفاء الثلاثة حجوا مفردين ومنعوا متعة الحج. ده دي سنة النبي في متعة الحج؟ ممكن تعلمني ما هي سنة النبي في متعة الحج؟ اتفضل. نعم ما هي سنة النبي في متعة الحج في التمتع من الحج؟ اتفضل. منع التمتع الحج، أين عمر ورد عن يقول النبي لا متأتى يجوز منع التمتع في الحج؟ تفضل أستاذني سؤالي واضح، أنا سؤالي واضح حتى نكون عمر بن الخطاب يا يقول عمي أنا عارف متأتى والله متعة الحج ماذا قال رسول فيه الله. يا عمي أمين، ركز في سؤالي، حضرتك قلت الثلاثة خالفوا النبي في متعة الحج، ممتاز، نعم أبو منعوها، بكر أين منع أبو بكر متعة الحج؟ تفضل. حج مفردا، أين منع أبو بكر التمتع بالحج؟ سؤالي واضح، هو تمتع حج مفردا حج غير مفردا، أين منع؟ شوف سؤالي واضح. أنا عندي عمر بن الخطاب وعثمان بن حسان لسه لا منع خلينا الحج، في أبو بكر الأول، منعوا لسه هنروح لأبو بكر لو عمر وعثمان، أنت قلت الثلاثة، فإما تكون ذكرا أبو على بكر قدر ليس، كلامك أبو بكر وتطلع ليس من لدي الثلاثة، دليل، اسمع أبو يا بكر أستاذ ليس لدي دليل. يا أستاذنا إذا قول أنا آسف لأنني كذبت وقلت الثلاثة، اتفضل. لا يحضرني دليل على أبو بكر، طب معلش الآن لا يحضرني حضرتك دليل على برضه أبو معلش بكر. الآن نعم بتقول كيف نعم يأمرنا النبي باتباع خلفاء أو حكام خالفوا سنته؟ خالفوا سنته، ممتاز، خليك بس معايا نعم لحظة عشان أنا بحب أمشي خطوة خطوة، اعتذر نعم إنك ذكرت إن أبو بكر خالف سنة النبي،
لا يحضرني ذرك الدليل، من ليس معي دليل الآن، طيب ولكن أعلم معلش أنه يا يحتج استاذنا من فلان الفاضل، ومن حضرتك لما قلت الثلاثه ممكن تعتذر ولا مش ممكن تعتذر؟ شوف انا كلامي واضح، لما بخطئ انا أعتذر. بعتذر، انا لما بخطئ بعتذر، هل ممكن حضرتك تعتذر أعتذر ام إذا لا؟ كنت مخطئ في أبو بكر. تفضل حضرتك، ممكن تعتذر ام لا؟ قلت لك أعتذر إذا كنت مخطئ في أبو بكر، أعتذر. لا انت اخطأت فعلا، انك لم تأتي بدليل. نعم قلت لك لا يحضرني الدليل، ولكن عمر وعثمان خالفوا سنة نبيكم ممتاز استاذ فأتبعهم، كيف الفاضل، سنتهم هي السنة ممتاز يجب استاذ اتباعها. حضرتك بقى، حضرتك حدثت في امر فقهي ولا امر سني؟ يعني سنة مؤكدة ولا سنة غير مؤكدة؟ أما أستاذ خالفوا سنة النبي صلى الله عليه انت وسلم قلت في وتشريع تنقض الله عز الحكم، وجل، اسمع بس، كيف تنهى اسمع يا وتمنع استاذنا شيئا يا أمر؟ عم اسمع، سيبك من القاء الشبهات ده، انا بسألك بالراحة نعم فجاوبني بالراحة، يعني انت معايا مفيش مشكلة، ممكن تقول لي بس نعم هل السنة هنا واجبة أم مستحبة؟ عرف السنة أولا مستحبة. السنة مستحبة، طب ممتاز، يعني سنة التمتع نعم بالحج نعم مستحبة ليست واجبة. نعم طب حضرتك فين المخالفة؟ هل أكد النبي النهي أنها عنها، واجبة؟ لماذا ينهى عنها؟ لماذا ينهى عنها؟ اقرأ الحديث بعد إذن هل هو حضرتك، مشرع؟ هل هو مشرع؟ اقرأ الحديث بعد إذنك الذي نهى فيه عمر عنه. صعد على المنبر وقال متعتان كانتا على عهد لا رسول لا الله الحديث وأنا الطويل أنهى نفسه، عنهما. الحديث ايه الطويل نفسه اللي هو لما بلغ نعم عمر تمام ان الناس تأتي الى بيت الله نعم الحرام تمام نعم وتتمتع بالحج تمام، لماذا منع التمتع بالحج؟ لماذا؟ ايه السبب؟ ما في سبب. لماذا؟ لماذا؟ الذي هو؟ اتفضل. والله من عندك لا حضرتك قل لي الراجل أنت اللي والله لا بيتكلم دلوقتي في امر اصلا بتقول ان هذا امر منع سنه النبي، هل النبي اكد وجوبها؟ هو ده السؤال اللي حضرتك ما رضيتش عليه برضه. اين اكد النبي وجوب التمتع بالحج؟ اتفضل. شرع لنا التمتع بالحج، اين لا شرع يأتي لنا وينهى التمتع؟ عنها. ممتاز، اين شرع النبي التمتع بالحج؟ اتفضل اقرا لي الحديث. الآية شرعته قبل النبي صلى الله عليه وسلم، الله فمن المستعان، تمتع انت بالعمرة مش إلى بتقول الحج غيره فما سنه استيسر. النبي، انت ليه بتلف وتدور زي الساعه عكس العقارب؟ لسه بتقول خالفوا سنة النبي، فقلت لك حضرتك أين هنا خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده السؤال. فحضرتك قلت لي النبي شرع، طب أين شرع النبي؟ لا ده القرآن شرع قبل النبي. ما تركز يا أستاذنا، اسمك إيه؟ أمين. ركز معايا عشان الناس تركز معاك. فحضرتك نعم إرسالك على حل، بعد إذن حضرتك إرسال على حل. ممتاز؟ نعم حضرتك الآن نعم بتقول إن هو أمر واجب عن النبي الفعل، أين الوجوب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال الوجوب أنت أستاذ؟ قلت يا أستاذي خلافه السنة، يبقى إذن خلافه الواجب. الذي ينهى عن أمر شرعه الله يا ورسوله أستاذي هو نهى هذا عمر، هو المخالف يا أستاذي لسنة الفاضل النبي. في فرق ما بين النهي والتحريم، صح ولا مش صح؟ لا ما فيش فرق، لا يعني في فرق ما بين النهي والتحريم. ما فيش فرق أستاذ. يعني حضرتك لما بتقول لابنك انا انهيك عن شرب الخمر، حضرتك اللي مشرع الان في تحريم الخمر ولا اتبعت تشريع سابق؟ نعم أستاذ. حضرتك بتقول لابنك انهيك عن شرب الخمر، هل حضرتك يعني من الان في لفظك هذا مشرع انت؟ ما أتاك يا عم ما اسمع أتاك كلامي ورد الرسول على قدر فخذوه السؤال يا وما استاذ نهاكم عنه استاذ امين، فانتهوا. استاذ امين كلامي واضح، أستاذ كلامي واضح، لا كلامي تعطي واضح، أمثلة ساذجة من كلامي فضلك واضح، أستاذ. كلامي واضح. لما تيجي تقول لابنك نعم نعم انهيك عن شرب الخمر، حضرتك أستاذ اصبحت هذا ليس ابني مشرعا. وليس ابنك، هذا نبي لا والله. ما بيردش على سؤالي. طب اخر مره هقفل في وشك لو ما جاوبتش اجابه مباشره. عندما تقول لابنك، أستاذ لست في مخفر شرطة، احترم نفسك وكن شجاع، كن شجاع. طب روح يا ابو شخ نام. الله المستعان. بدأها بكذب ومش عارف يقول لك النهي هو التحريم، تمام، مش عارف يفرق ما بين الاثنين. فلما بسأله لما تيجي تقول لي انا بنهي ابنك، انا بنهيك عن شرب الخمر، هل انت المحرم والمشرع؟ انت داخل تستفسر، فمن حقي ان انا افهم انت رايح فين. ما هو لما عليك بتلف وتدور هقفل في وشك، اصل حرموا سنة النبي. يا جماعة الخير، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا لم اشك على امتي لامرتهم باستخدام السواك بعد كل صلاه.
مش ده المفروض حديث عن النبي، سنة عن النبي دي كان بيستخدم السواك؟ طب انا ما بستخدمش السواك مثلا، اذا انت عملت جريمة يا اشرف. أباطرة الشيعة يتساقطون الواحد تلو الآخر. إننا الأبطال لا نحن الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. هؤلاء من يلقبون نفسهم بالأباطرة بأقحاح المحاورين، أين أنتم اليوم أمام كتاب الله وقول الإمام؟ 0-20. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، ألب أرسلان والفاتيح عثمان. طلبات مشروعة وأسئلة مشروعة في إلزامات عجز عنها الشيعة، وما زال الشيعة عاجزون وسيعجزون، لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.